يا رب. طيب، ليش الديب ليرنينج تيكينج اوف؟ ليش انه اصبح انه مسيطر او منتشر بشكل كتير كبير في الفترة الأخيرة؟ شو هي الأسباب؟ لازم نعرف يعني شو الخصائص تبعت الديب ليرنينج، انه وين بيكون ناجح، عشان تقدر يعني تقدر تعرف انه وين النجاح تبعه. حكيت احنا لو رسمنا منحنى، يعني محورين، محور لحجم البيانات والمحور الثاني للبرفورمانس. طبعا البرفورمانس هنا حسب طبيعة الموديل او حسب التاسك كيف يقاس، تمام؟ فحنلاقي احنا الاداء تبع التراديشنال ليرنينج اللي هي سبورت فيكتور ماشين، لوجيستيك ريجريشن، كي ان ان الى اخره من الخوارزميات، انه كل ما زادت البيانات انه بيزيد البرفورمانس، ولكن لغاية حد معين فعليا الخوارزمية بتبطل عارفة ايش تعمل مع البيانات الاضافية هذه، خلاص مش راح تضيف لها شيء جديد انه تتعلمه، فبتصل لمرحلة استقرار من ناحية البرفورمانس، وهذه بنسميها البلاتو، بتشكل انت عندك هضبة مستوية بهذا الشكل، تمام؟ بينما انت عندك في النيورال نتورك، في النيورال نتورك دائما بيتم تمثيلها بثلاث شبكات، وهذا الكلام انه حيمر علينا وحندرسه بالتفصيل. انه انت بتعمل يعني بيكون يعني خلينا عشان نشوف يعني طبيعة الأداء، حنشوف هذا الإشي على شبكة صغيرة، شبكة متوسطة، وشبكة كبيرة، تمام؟ في الشبكة الصغيرة في النيورال نتورك زي ما شفنا إنه بفضل إضافة الطبقات هذه راح يتولد عندي اشتقاق لهيدن فيتشرز. أي نعم أنا مش عارفها، لأنه واحدة من عيوب النيورال نتورك إنه هي بلاك بوكس، ولكن انه هذه الهيدن فيتشرز بتكون مساعده بشكل كتير كبير انه للموديل، انه عشان يعمل بريدكت للتارجت بشكل اكيوريت. فبالتالي انه ممكن يكون الاداء تبعها انه كل ما زادت يعني حجم البيانات، او بالاحرى الليبل ديتا، راح يتحسن الاداء تبعه بهذا الشكل. طبعا في الميديوم نتورك معنى ذلك انه هي عباره عن شبكه، ولكن انه انا زودت فيها عدد الطبقات زياده عن السمول، حلاقي انه البرفورمانس افضل انا عندي من الميديوم، افضل من السمول، تمام؟ وفي اللارج نتورك حلاقي انه الاداء يعني افضل ما يمكن، بيستفيد من اللارج داتا سيت بشكل كتير كتير كبير، انه كل ما زودت بيانات انه راح يعطيني انه اداء افضل بكتير. وعشان انه تكون يعني يعني الامور واضحه بتفاصيل اكثر، يعني ممكن انه اللارج نيورال نتورك يكون الاداء تبعها هيك في البدايه، انه يكون الاداء تبعها سيء للغايه، تمام؟ بعدين بيبدا يتحسن بهذا الشكل ويصير المنحنى زي ما هو مرسوم هيك، لانه فعليا اللارج نيورال نتورك بتحتاج وقت انه هي تتعلم، تمام؟ فهاي زي ما انت شايف انه الاداء تبع السمول، يعني الاداء تبع النيورال نتورك على سمول داتا سيت، يعني هنا هذه الداتا سيت انه هنا يعتبر سمول، تمام؟ من هنا وطالع يعتبر لارج. على سمول داتا سيت يعتبر الاداء تبعها مكافئ او مشابه لاداء التراديشنال نيورال نتورك، التراديشنال ماشين ليرنينج موديلز، تمام؟ وبتبينش فعلا القدرات تبعت النيورال نتورك. وقتيش بتبدا تبين القدرات تبعت النيورال نتورك؟ لما يكون في عندك بيانات اكثر. وهذا الاشي انه بخليك انه انت تاخذ قرار انه انت على حسب البيانات المتوفره، اذا كانت البيانات المتوفره 1000 2000 300 400، فبالتالي انه فعليا ما فيش استفاده كتير من الديب ليرنينج. بدك انه انت تستخدم الديب ليرنينج، وطبعا الكلام هذا يعني فيش فيه يعني انه شغله محدده او انه رقم محدد انه بقدر انه انا اعتبر انه هذه الداتا سيت لارج، لانه بيعتمد برضه على عدد الكلاسز، تمام؟ فنقول انه خلينا نقول انه بشكل عام انه لازم يكون عندك بضع الاف من التريننج داتا سيت عشان تقدر فعليا يعني تستفيد من الخاصيه تبعت الديب ليرنينج، تمام؟
بالإضافة لذلك أنه قد يكون أداء النيورال نتورك مش أنه هو مكافئ للتراديشنال ماشين ليرنينج، قد يكون أسوأ كمان زي ما ورجيتك هنا في رسمة اللارج نيورال نتورك، لأنه هي فعليا محتاجة لوقت أنه هي تتعلم، فبالتالي عشان عدد الكونكشنز كتير كبيرة، فبالتالي أنه بيحتاج يعني داتا سيت أكبر عشان يعمل كونفيرجنس للأوبتيمال ويت أنه يعمل، فبالتالي أنه بيكون أداها حتى أسوأ من الكلاسيكال ماشين ليرنينج الجوريثمز. تمام؟ صحيح، وكل ما زادت عدد النيورونز في الطبقة برضه بيزداد حجم الشبكة يعني. تمام؟ طبعا هذه واحدة من الهايبر باراميترز اللي احنا بدنا يفترض انه توجدها، فبالتالي انه يعني واحدة من الطرق اللي انت تحدد ايش افضل حجم للشبكة، انه انت ترسم او انه انت تطبق تستخدم 3 مقاسات للشبكة، كبير وصغير ووسط. تمام، من النتائج بتقدر تقول والله لا استبعد الكبير، تمام، والصغير برضو استبعده، الوسط هذا بدي ازود حجمه شوية مثلا زي هيك، او بتقدر انه انت تتحرك في الوسط يعني، فبالتالي بتاخذ فكره يعني انه انت ايش الحجم المناسب انت عندك على الشبكه بعد ما انه انت تطبق هذا الكلام على 3 احجام مختلفه من الشبكه. طيب ليش صار في عندي تقدم برضه في الديب ليرنينج؟ مش بس بسبب توفر البيانات، طبعا توفر البيانات يعني هذه الشغله صارت انه متاحه حاليا بسبب التحول الرقمي اللي موجود في المؤسسات يعني بشكل كتير كبير. تمام، سابقا انه ما كانش متوفر انا عندي هذا الكم من البيانات، الان صار متوفر انا عندي كم هائل من البيانات بسهولة، فبالتالي انه ما دام في انا عندي بيانات فبالتالي انه ممكن استخدم الديب ليرنينج. شغلة تانية غير توفر البيانات اللي ساهمت في تقدم الديب ليرنينج، الداتا هذه خلصناها، الكمبيوتيشن اللي هو توفر الجي بي يو. طبعا الجي بي يو كان الغرض الاساسي تبعها اللي هو هي عباره عن جرافيك بروسيسنج يونتس، كانت مستخدمه في الجرافيكس بشكل يعني لها تاسك مخصصه. وقتيش صار في اختراق؟ صار في اختراق لما الشركات المصنعه للجي بي يو وفرت اس دي كي بقدر من خلالها استخدم السي بي يوز اللي موجوده او المعالجات الموجوده في الجرافيك كارد في الجنرال بيربوس كومبيوتيشن، فبالتالي ممكن صار يعني استخدامها في التريننج في الليرنينج، لانه الليرنينج بياخد كومبيوتيشن ريسورسز عاليه جدا، عمليات ضرب وجمع وابديت للويتس، فبالتالي ممكن انه باستخدام هذه الاس دي كيز صار الكلام هذا متاح يعني. كان الامر صعب بالبدايه، لكن بفضل وجود مكتبات عندك حاليا للديب ليرنينج زي البايتورش او التنسر فلو صارت توفر عليك يعني شغلات كتيرة، بس انه انت بدك انه انت تعملها انستوليشن. اما بالاول لا، بدك تستخدم الاي بي اي او المكتبة الاس دي كي تبعت الفيديا مثلا على سبيل المثال عشان تقدر تستخدم الجي بي يو. تمام، يبقى هذا الاختراق الثاني اللي صار موجود عندنا. وبالإضافة لذلك يعني ما يعني مش يعني كهاردوير بس، مش بس صار في تقدم في الجي بي، وصار برضو أنا في عندي ديفايسز جديدة إنه مخصصة لهذا الغرض اللي هي التي بي يو. تمام، تنسور بروسيسنج يونتس. تمام، لأنه التنسورز، وهذا الكلام يعني خليني برضو أروح هنا على في الديب ليرنينج بوك، هنا في اللينير الجبرا هتلاقي انه النوتيشن هذه انت بالنسبه لإلك ممكن تطلع عليها يعني حتكون مفيده لإلك عشان تعمل ريفريش اللينير الجبرا. فانت بعطي لك ايش هي النوتيشن، النوتيشن انت عندك السكيلر، السكيلر هو عباره عن سنجل نمبر، مش هذا كونستانت يعني سنجل نمبر. تمام، سنجل نمبر هذا ممكن يكون انه النوع تبعه يعني اي نوع. تمام، والنوتيشن تبعته انه بتكون بشكل هذا الشكل ايتاليك. انت عندك الفيكتور اللي هو 1 دي اري، احنا بنحكي في الجبر فيكتور، لكن لما باجي بستخدم انا في البرمجه بقول 1 دي اري. تمام، وانت عندك الماتريس ماتريسيز. تمام، انت عندك 2 دي اري. تمام، وعندك التنسورز اللي هي ان دايمنشنال اري، فبالتالي انه
ممكن يكون التنسور هذا الدايمنشن تبعه زيرو فبالتالي بيكون سكيلر، وممكن يكون 1 دايمنشن فبالتالي بيكون فيكتور، اذا كان 2 دايمنشن بيكون ماتريكس، تمام، او يكون انه مور دايمنشن فخلاص انه اسمه تنسورز، فبالتالي انه خلاص انت عارف ايش يعني التنسور. والتنسورز هذه كل الويتس وهذه الشغله زي ما احنا حنشوف بيتم تمثيلها على شكل ماتريسيز وعلى شكل تنسورز، وهذه بدي اضرب تنسور في تنسور ثاني، يعني مثلا على سبيل المثال بدي اضرب 3 دي اري او 3 دي يعني مصفوفه ثلاثيه الابعاد في مصفوفه ثانيه ثلاثيه الابعاد، يعني تنسور في تنسور، فهذه العمليات عمليات حسابيه معقده انه انا بدي اعملها بالاضافه للترانسبوز والامور هذه كلها. اوكي، فهذا هذا تي بي يو. الاختراق الثالث او التقدم الثالث الحاصل في مجال الخوارزميات، تمام، في مجال الخوارزميات صارت الخوارزميات تم التحسين عليها، وصار انا عندي موضوع الليرنينج اسرع، كان يعني هذا الكلام يعني له اثر كثير كثير كبير يعني في اجراء او في استخدام الديب ليرنينج، لانه تخيل انت عندك التجربه تاخذ 10 دقائق او ممكن تاخذ منك بالكثير يوم واحد، تمام، لكن في عدم وجود الجي بي يو وعدم وجود يعني تحسينات على الاوبتمايزر وعلى الاكتيفيشن فانكشن، ممكن انه انت تاخذ انت عندك التجربه شهر، والنتيجه تبعت التجربه هذه انت مش عارف، اذا سيئة النتيجه بدك تعيد، بدك تستنى كمان شهر، فهذا الكلام يعني شاق جدا. لكن بينما لما التجربه انه بفضل التقدم هذا الحاصل انه تاخذ معي 10 دقائق 3 ساعات، فصار انه فعليا ممكن اعمل اكسبيرمنتيشن. فهي التقدم على مستوى الخوارزميات، يعني صار استخدام اكتيفيشن فانكشن بدل السيجمويد، لانه هذه بطيئه جدا في التعلم في الانتقال انا عندي في الخطوات في الاقتراب لاقل ايرور انا عندي في النتورك، باستخدام مثلا اكتيفيشن فانكشن مطوره زي الريلو صار في لها اثر كثير كبير في تسريع التعلم. عدا عن ذلك انت عندك الاوبتمايزر، الاوبتمايزر زي ما حنشوف في التنسر فلو مثلا انت في عندك اكثر من اوبتمايزر في اكثر من امبلمنتيشن، تمام، زي ممكن انه تستخدم الادم اوبتمايزر او تستخدم اللي هو اصلا عباره عن نكهات من الجريديانت ديسنت الجوريثم الاساسي. الجريديان ديسنت الجوريثم في منه نكهات عديده، في منه بالنعناع، في منه بالليمون، فبالتالي انه هذه عباره عن فاريانس في الالجوريثمز، انت ممكن انه انت تستخدمها ومتاح لك انه انت تختار اللي انت بدك اياه في المكتبه. لا، انت في عندك شغلات جاهزه، وفي مجال انه انت تعمل كاستمايزيشن، انه انت تعمل كاستم اوبتمايزر، انه الاوبتمايزر هو عباره عن خوارزميه انه من خلالها مطلوب ايجاد اقل ايرور، ايجاد الويت اللي بتؤدي لاقل ايرور. ففي اذا عندك عده خوارزميات معروفه، اذا انت بدك تعدل عليها او تشوف خوارزميه جديده فبورجي لك في التنسر فلو كيف ممكن تعمل هذه الشغله، بتشتق من سوبر كلاس وبتعمل امبلمنتيشن لفانكشن معينه اللي هي بتكون طريقتك في انه انت تقترب من الجلوبال اوبتيما اللي هي فيها بكون اقل ايرور. تمام يا شباب، اوكي، طيب نعم نعم طيب خلينا نشوف النيورال نتورك كيف تتعلم، وعشان نفهم كيف تتعلم بدنا ناخذ هذه الشغلة خطوة بخطوة. أول حاجة بدنا نبدأ بالباينري كلاسيفيكيشن، تمام، في الباينري كلاسيفيكيشن انه مطلوب مني انه اصنف صور، على سبيل المثال الصور هذه كات ولا مش كات،
صفر واحد إذا كانت كات وصفر إذا مش كات. طبعا الصور أنا بتعامل معاها، إذا لنفترض إنه يفترض أعمل سكيلينج لكل الصور مقاس موحد، نفترض انه انا عندي كل الصور هي عباره عن 64 بكسل في 64 بكسل بهذا الشكل، تمام؟ هذه بيتم تمثيلها في الحاسوب على شكل ثلاث مصفوفات، ثلاثه ماتريسيز، واحده للار، واحده للجي، واحده للبي، ار جي بي حسب نظام الالوان اللي موجود انا عندي، تمام؟ والارقام اللي موجوده هنا بتمثل الانتنسيتي تبعت البكسل، واللي يفترض انه الرينج تبعها من 0 ل 200 و55. فبالتالي المدخلات أنا عندي عبارة عن 64 في 64 في 3، تمام؟ واللي بتمثل إنه هي المدخلات أنا عندي اللي هي 12288، تمام؟ الإكس أنا عندي هي عبارة عن المدخلات هذه كلها بعملها فلاتن وبفرضها، هذه العملية إنه بعملها فلاتن إنه بفرضها إنه بحطها يعني ورا بعض بهذا الشكل، يعني زي ما أنت شايف، يعني أنت عندك هنا 255 231 بعمل الصف الأول، تمام؟ وبعدين بروح على المصفوفة الثانية ببدأ فيها هي 255 134 هيها هنا بهذا الشكل وهكذا، تمام؟ فانت صفتهم هيك فوق بعض، فبالتالي انه هي الاكس عشان تعمل بريدكت للواي اللي هي صفر واحد كات او نون كات. بس احنا بدنا نعمل فورميليشن للبروبلم معينه عشان نوصل للنوتيشن عشان نشوف كيف بدنا نشتغل. طيب النوتيشن انا عندي هنا الاكس وواي، تمام؟ الاكس هي بتنتمي لريال سبيس اللي هو الدايمنشن اللي هو الرينج تبع الانتنسيتي تبعت البكسل زي ما حكينا اللي هو من 0 ل 255، هذا الرينج تبع الاكس. اما الرينج تبع الواي، الواي بتنتمي بس ل 0 و1، بتاخذ 2 فاليوز، تمام؟ يبقى الام هي عباره عن تريننج كابلز، تمام؟ فبالتالي انه بيتم عملها بهذا الشكل، انه انا عندي النوتيشن الاندكس بحطه كسوبر سكريبت، وعشان اميزه بينه وبين الباور بحطه بين قوسين، تمام؟ يبقى هنا انا عندي اكس واحد واي واحد، يبقى هذا الانستانس الاول، الانستانس قبل الاول. ليش قبل؟ لانه اكس وواي هاي الانبوت وهاي الاوتبوت، هذا اكس اثنين واي اثنين وهكذا، تمام؟ طبعا الام هي الترين، تمام؟ يعني ممكن انه عشان انه اكون مور سبيسيفيك، انه يعني بدل ما استخدم الام انه الماتريكس هذه بسميها ام ترين، والام ترين هذه ما بتساوي، او يعني انه شغله مختلفه عن الام تيست، هذه ماتريكس ثانيه للتيست داتا سيت، تمام؟ فبالتالي انا عندي الاكس بتكون عباره عن مصفوفه بهذا الشكل، تمام؟ هي بتكون عباره عن ام من الاعمده، تمام؟ وكل عمود انا عندي بمثل هيو اكس 1 اكس 2 اكس 3 لغايه الاكس ام. هذه الفاليوز، هذه الفاليوز تبعت المصفوفه هنا بتكون انت عندك موجوده بهذا الشكل، تمام؟ بمعنى اخر انه هذه النوتيشن، انه هذه مش هذه المصفوفه الاولى انا فرضتها، تمام؟ تبعت الانبوت انستانس هذا، تمام؟ فهذه تبعت الصوره الاولى بالضبط، يعني هذا هيك تبعت عفوا هذا كله، هذا الكله تبع الصوره الاولى، هذا تبع الصوره الثانيه وهكذا بالضبط. كل صوره عباره عن عمود تمثل، يعني بالنسبه لي وين العمود الأول عبارة عن صورة، والصورة هيها مثلناها بفيكتور زي هيك، شفنا كيف رتبناها، إنه هي كانت مصفوفة رتبتهم على شكل فيكتور، حطيتهم فوق بعض، تمام؟ طبعا احنا مش هنستخدم النوتيشن هذه، انه احنا نحط، انا عندي التريننج اكزامبل انه يعني بهذا الشكل، يعني انه انا اعمل ترانسبوز الشكل هذه، خلص انا بدي اخليه بهذا الشكل، بدي اخلي النوتيشن انا عندي بهذا الشكل. والواي، تمام، عباره عن فيكتور 1 دايمنشن،
تمام، هي واي 1 واي 2 واي 3 لغاية واي ام، ام تريننج اكزامبلز. تمام صحيح. تمام، فبالتالي الشيب تبع الماتريكس هاي اللي هي الاكس، وهذا الكلام انت موجود انت عندك في مكتبات زي الباندس. تمام، اشتغلتوا على الباندس في الداتا ساينس صح؟ انه بتكون انت عندك ام في ام، تمام، والواي شيب بتساوي واحد في ام. تمام، طبعا الان هذه اللي هي عباره عن ايش؟ اللي هو هذا الرقم، واضح؟ ايش السؤال؟ مين الرسالة؟ هذا التارجت. ايش الدايمنشن الثاني يعني؟ ما هذا تريننج كابلز اللي هو الانبوت والتارجت. تمام؟ فاحنا يعني هذا مثلناهم كتريننج كابلز، لكن انا مثلت الاكس كلها لحال في ماتريكس والواي في فيكتور. تمام؟ طيب نيجي الان بدنا نطبق، يعني بعد ما يعني شفنا هذا الكلام بدنا نطبق لوجيستيك ريجريشن. تمام؟ وعشان انت تكون عارف ما تخلطش الامور مع بعض، احنا في عندنا حاجه اسمها لينير ريجريشن. تمام، وفي عندي حاجة اسمها بولينوميال ريجريشن. وفي عندي حاجة ثالثة اللي هي اللوجيستيك ريجريشن. تمام، هذا ريجريشن هذا يعني بينطوي تحت الريجريشن اللي هو عبارة عن انه الواي عبارة عن نمبر. تمام، وهنا لينير انه المعادله خطيه. تمام، مكونه من متغير واحد. طيب لو بدي ادخل عده متغيرات بصير انا عندي بولينوميال ريجريشن. عفوا يعني هذه خطيه ممكن تكون متغير واحد او عده متغيرات، اما البولينوميال بتكون المعادله مش خطيه، ممكن تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو يعني خليط. اللوجيستيك ريجريشن هذا كلاسيفيكيشن. وعارف الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن صح؟ تمام يا شباب، في حدا مش عارف الفرق؟ ريجريشن لنيوميريك والكلاسيفيكيشن لا نومينال كاتيجوريكال. تمام، فانت ما تخلطش بين مسميات، فاحنا لسه في كلاسيفيكيشن، لسه احنا هنا حكينا باينري كلاسيفيكيشن. تمام، ليش اسمها هيك؟ خلاص، ما لوجيستيك ريجريشن هي كلاسيفيكيشن، هي عباره عن خوارزميه من خوارزميات الكلاسيفيكيشن. تمام، طيب في اللوجيستيك ريجريشن given x we want y hat the prediction. تمام، وال y hat انه انا بدي اشوف البروبابيليتي. هنا هذه الخوارزميه اللوجيستيك ريجريشن بتطلع انا عندي probability للكلاسز. تمام، والبروبابيليتي اللي اعلى هي بتكون انا عندي التارجت كلاس، يعني بيطلع لي البروبابيليتي انه يكون كلاس واحد قديش، والبروبابيليتي للكلاس صفر قديش، بشوف مين اعلى فيهم وهو بيكون البريدكشن تبعي. تمام، فهنا انه على سبيل المثال انه انا بدي اعمل بريدكشن للواي بتساوي واحد جيفن اكس، انه هذه قطه. تمام، الاكس بتنتمي للرينج تبعها حكينا عنه، والواي انه بين الصفر والواحد لانه هذه عباره عن بريدكشن بروبابيليتي. هذه بريدكشن بروبابيليتي، بريدكشن بروبابيليتي انه الواي بتساوي واحد. تمام، يعني انه الواي بتساوي واحد، تخيل انه هذه كانت مثلا على سبيل المثال انه البروبابيليتي تبعتها 0.7،
فبالتالي انه الفاينل كلاس انه ما دام انه هذه البروبابيلتي تبعتها اعلى، معنى ذلك انه الكلاس واحد. لكن تخيل انه ناتج البروبابيلتي انت عندك 0.2، كان الصفر كان الواحد انه البروبابيلتي تبعته 0.2، معنى ذلك انه الكلاس مش واحد، الكلاس زيرو. قديش البروبابيلتي تبعت الزيرو؟ 0.8، صحصحين معايا يا شباب؟ تمام. فبالتالي عشان هيك انت عندك الرينج بهذا الشكل. تمام. في انا عندي البارامتر دبليو اللي هو بيمثل انا عندي الويت، لانه احنا بدنا نسقط هذا الكلام على نيورال نتورك، لانه بدنا نجيب قد ايش، يجيب انا معادله، المعادله فيها البارامتر دبليو. تمام. برضه بينتمي لريال سبيس. في انت عندك البي، فبالتالي انه الاوتبوت عندنا الواي هات بتساوي، بدي اطبق السيجمويد فانكشن دبليو ترانسبوز اكس، بدي اضرب الويتس في اكس زائد البي. تمام. وهدول هذه المعادله انا بمثلها بالزي. تمام. وشكل السيجمويد بهذا الشكل. تمام. انت عندك هاي، انت عندك عندي الواحد. تمام. الداله انه بتبدا بتزداد بتزداد لغايه لما انه تستقر عند الواحد بهذا الشكل. تمام. وهنا انه الداله انه بتبدا تنقص 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 لغايه لما تقترب من انه من عند الصفر. طيب في مثله هاي المعادلات اللي هي ال W وال B، أنا بدي أوجد ال W وال B اللي بتأدي لأقل error، لأقل prediction probability، يعني أقل، عفوا مش أقل prediction probability، أقل prediction error. تمام. هذه ممكن أنا أمثلها التنين مع بعض ثيتا، فبالتالي انت بيكون في عندك جزء ثيتا 0 هي بتكون انه بي 0 او عفوا بي، ومن ثيتا 1 لغايه ثيتا ان اكس هي بتمثل الدبليو. احنا مش حنستخدم هاي النوتيشن، فبالتالي بتكون شكلها زي هيك. احنا حنستخدم النوتيشن اللي انه كل واحدة يعني ابسط، يعني حتكون في عندي مصفوفه للدبليو ومصفوفه للبي بهذا الشكل، او معادله للدبليو ومعادله للبي. دالة السيجمويد طبعا دواء يعني هذه اكتيفيشن فانكشن، هي لها معادله معروفه. ايش المعادله تبعتها؟ سيجمويد لزي، والزي هيها ايش بتساوي؟ واحد على واحد زائد اي مرفوع على القوة ماينس زي. تمام. وهذه عشان تعرف انه كيف شكل الداله، بدك تتخيل انه الزي انت عندك لارج كيف بتكون، قديش قيمة الاوتبوت انت عندك بتصير، ولما تكون انه لارج نيجاتيف نمبر كيف بتكون. معنى ذلك انه لما تكون لارج، لما الزي هذه لارج، معنى ذلك انه انت بدك تروح في هذا الاتجاه، قديش بتكون القيمة؟ بتكون القيمة قريبة من الواحد، واحد على واحد زائد صفر، لانه انت عندك هنا اي للماينس زي، لما انت ترفع يعني الاي ترفعها لرقم سالب بالماينس، والرقم هذا يكون كتير كبير، هذه تقول الى صفر، هاي تقول الى صفر. فبالتالي انه واحد على واحد بتساوي واحد، وهي واضح هذا الكلام عندك هنا من الرسمة. في الاتجاه المعاكس بدها تروح بناحية اتجاه لارج نيجاتيف نمبر. لارج نيجاتيف نمبر معنى ذلك انه هنا حتصير انه انت عندك النتيجه نيجاتيف مع نيجاتيف، بيصير انت عندك رقم بوزيتيف، معنى ذلك انه هذا حيصير انت عندك الاي مرفوع على رقم لاس كتير كبير موجب. تمام. فبالتالي هذا بيؤدي انه واحد على واحد زائد بيج نمبر، واحد على بيج نمبر يقول الى صفر. تمام. فبالتالي انت عرفت حد الداله من هنا وحد الداله من هنا. تمام. طيب بدنا نعرف الكوست فانكشن، لوجيستيك ريجريشن كوست فانكشن،
واللي من خلالها بقدر انه انا احدد الايرور، والايرور هذا اللي انا بدي اعمل له مينيمايزيشن. فبالتالي انا الواي هات للانستانس اي بتساوي سيجمويد، تمام، للزي، هذه الزي زي ما حكينا، تمام، اللي هي W ترانسبوز اكس اي زائد البي، هيها راجع كاتبها هنا، والزي ايش المعادلة تبعتها؟ هي، تمام، وهذه التريننج كابلز تبعتي، تمام. احنا ايش بدنا؟ بدنا الواي هات اللي هي البريدكتد تقريبا بدنا اياها تساوي الريال فاليو او الترو فاليو تبعت الواي اللي هي الواي اي. بدنا الواي هات بتساوي الواي هات، وعشان انه تقرب القيم هدول انه يكونوا فيري كلوز لايتش اذر، بحتاج ان انا اعرف حاجه اسمها لوس او ايرور فانكشن. فبالتالي اللوس فانكشن ال شو بتاخد؟ واي هات واي ايش بتساوي؟ بتساوي نص واي هات ناقص واي تربيع. لاحظ انت عندك في الايرور عاده انه بيتم تربيعه، تمام، خاصه اذا كان الايرور هذا عباره عن فراكشن، انه بده اياه، بدنا انه احنا انه القيمه تبعت الايرور انه هي تصغر لهذا السبب يعني، تمام. طيب اللوس فانكشن هذه بدنا ندخل اللوج انا عندي في الموضوع، عشان هيك احنا بنسميها لوجيستيك ريجريشن كوست فانكشن. لتبسيط الامور بندخل داله اللوج، تمام. فبالتالي انا عندي هنا بصير ماينس الواي لوج الواي هات زائد، تمام، واحد ماينس واي في لوج الواحد ماينس واي هات، تمام. طبعا هذا الكلام انت لما تيجي تربع تيرم زي هيك ايش بيساوي؟ الأول تربيع ناقص الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. فبالتالي أنت بعد ما تعمل ري أرينج وتدخل اللوج أنت عندك، فبتطلع أنت عندك هذه المعادلة. إذا كانت الواي بتساوي واحد، تمام، فبالتالي إنه اللوس يعني هنا عوض في الواي بتساوي واحد، فبالتالي هنا بصير واحد ماينس واحد هنا بصير صفر، فبالتالي هذا الترم كله بتصفر. ايش بيصفي انت عندك؟ الماينس لوج الواي هات ماينس لوج الواي هات، لانه الواي انت عندك هذه بواحد، تمام. واذا كانت الواي بصفر ايش راح يصير؟ عوض هنا انت عندك بصفر، فبالتالي هنا ايش راح يصير؟ هذا الترم هو اللي حيتصفر، وحيصير انت عندك هنا اللي هو ماينس لوج الواحد ماينس واي اللي هو هذا التيرم، تمام. لما تكون الواي شكلها زي هيك، لما تكون قيمة الواي زي هيك بالتعويض في المعادلة بتكون الواي هات هيك قيمتها. عوض هنا بقيمة الواي واحد، تمام، هنا بصير واحد ناقص واحد صفر، هذا التيرم كله بتصفر. ايش بصفي؟ واحد ضرب لوج الواي هات هاي. ولما تعوض بقيمة الواي بصفر، تمام، هذا التيرم هو اللي حيتصفر. ايش بيضل انت عندك؟ اللي هو ماينس لوج الواحد ماينس واي هات، تمام. طيب حكيت عشان يكون الايرور اقل ما يمكن ايش بدنا؟ بدنا اللوج الواي هات تكون لارج، فبالتالي احنا بدنا الواي هات تكون لارج اللي هي البريدكتد فاليو، تمام. يبقى هنا بالاستخدام في الاكتيفيشن فانكشن، عشان نرجع لك على الرسمه مره ثانيه، هنا بدي اياك تعمل لي بريدكت لنمبر كتير كبير عشان يكون انت عندك الاوتبوت في النهايه عباره عن واحد. هاي المهم، يعني اعمل مابينج لاي سبيس انت بدك اياه، واعمل بريدكت انه تكون الواي هات البريدكتد اي رقم انت بدك اياه.
في الأخير بعد ما أعوض في دالة اللوج حتكون أنت عندك النتيجة من يعني واحد، وهو المطلوب في حالة إنه كانت الواي الأصلية هيها واحد، والعكس صحيح لما تكون الواي صفر. اختار أي قيمة للواي هات إنه تكون سمول، سمول يعني إنه نيجاتيف فاليو، روح بهذاك الاتجاه. أي قيمة أنت بدك إياها، مش بالضبط انه انا بدي اياها تكون في رينج معين، اختار انت اي قيمه بدك اياها. اي قيمه بدك اياها بيؤدي انه تكون انا عندي الناتج عباره انه الواي تكون صفر وهو المطلوب. طبعا هذا الكلام هذا اللوس لون تريننج اكزامبل، لون تريننج كابل. احنا بدنا اكتيفيت، بدنا كوست فانكشن واللي هي عباره عن متوسط اللوس فانكشن. فبالتالي انا عندي، انا بدي اعرف يعني كوست فانكشن اللي هي الجي دبليو بي، واللي هي بتساوي 1 على ام اللي هو المجموع على العدد، المجموع على العدد، مجموع اللوسز على عدد التريننج اكزامبل. احنا جبنا لوان تريننج اكزامبل، فبالتالي في المعادله هاي 1 على ام اللي هي عدد التريننج اكزامبل السميشن لللوس اللي هو هيو احنا عرفناه هنا، تمام؟ الواي اي والواي طبعا هات مع الواي اي، هاي اللوس تبعها شفنا كيف انه احنا بنحسبه، تمام؟ فهذا الكلام انه انا بدي اجيب يعني ال بدي اجيب يعني الكوست فانكشن، هي شكل المعادلة تبعتها بهذا الشكل، تمام؟ نعوض في قيم الواي والواي هات، تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انه انت عندك بتطلع المعادلة بهذا الشكل، تمام. نبدأ في الجريديان ديسنت. اتذكر انه الواي هات، واي هات البريدكتد بتساوي سيجمويد دبليو ترانسبوز اكس زائد بي، واللي هي عبارة عن السيجمويد للزي. هذا الكلام احنا حكينا انه هو الزي، تمام، ومعادلة السيجمويد هاي المعادلة تبعتها، تمام. طبعا هذا كلام ناتج من التعويض في معادلة السيجمويد، وانت عندك الاي هنا لما ندخل لها اللوج بتصير شكلها بهذا الشكل، تمام. هذا كلام لسه اوريدي احنا حكيناه، يعني هاي شكل المعادلة النهائية، هذا اوريدي احنا شفناه هنا، تمام. يبقى انا عندي الكوست فانكشن، ايش بدنا نعملها؟ بدنا نعملها مينيمايز. كيف بدنا نعملها مينيمايز؟ بدي استخدم خوارزمية للاوبتمايزيشن اسمها جريدينت ديسنت. في الجريديان ديسنت هي عبارة عن خوارزمية بتحدد الاتجاه، مقدار التناقص أنا عندي في القيمة، والقيمة هذه هي عبارة عن الكوست فانكشن اللي هو الايرور، تمام. فبدها تحدد انه الاتجاه اللي بيؤدي لأسرع انحدار في قيمة الايرور، معنى ذلك وكأنه هو بيجيب لك أقصر مسار انت عندك في الدالة عشان انه تصل لأكثر أو أقل نقطة في القاع انت عندك، تمام. طبعا هذا الكلام احنا ممكن نمثله بهذا الشكل، هذا الدايمنشن للبي وهذا الدايمنشن للدبليو، تمام، وهذا عباره عن الكوست فانكشن اللي هي هي التعريف تبعها اللي هي عباره عن الجي اوف الدبليو والبي. فاحنا بدنا اقل نقطه في القاع، فاحنا لو كنا موجودين هنا، تمام، بدي احدد الاتجاه اللي بيؤدي للنقطه اللي في القاع، هي الاتجاه تبعه بهذا الشكل، مش هيك، تمام، او هيك، لا هذا هو الاتجاه. طبعا في عندي تحدي انه انا اكون ستك لو كان في انا عندي 1 مينيموم فاليو، ولما يكون في انا عندي اكثر من مينيموم فاليو فممكن انه الالجوريثم هذا يصير المستك في لوكال اوبتيما مش في الجلوبال اوبتيما. كيف بدنا نصل لهذا؟ زي ما انت شايف انت عندك هنا مجموعه من النقاط، من خلال iteration repeat، هذا عباره عن خوارزميه تكراريه recursive algorithm.
ريكيرسيف الجوريثم انت عندك هنا بدي اعمل ريبيت انه الدبليو القيمه القديمه او عفوا القيمه الجديده ايش بتساوي؟ القيمه الجديده ناقص الفا، بدنا نعمل انتروديوس لباراميتر جديد اللي هو الفا اللي هو عباره عن الليرنينج ريت، وعشان احدد مقدار التغيير ايش بدي اعمل؟ تفاضل، تمام؟ بدي اعمل تفاضل، فالتفاضل هو عباره عن الديريفاتيف ل جي دبليو بالنسبه ل دي دبليو، فبالتالي هنا انا بدي افاضل بالنسبه لدي دبليو، تمام؟ لاحظ هذا الكلام احنا بنعمله للدبليو واحنا بنعمله كذلك للبي، فهنا انا بدي افاضل بالنسبه لدبليو وهنا بدي افاضل بالنسبه لبي، تمام؟ طبعا هنا التفاضل بالنسبه لمتغير دون المتغيرات الثانيه هذا بنسميه تفاضل جزئي بارشال ديريفاتيف، وهي النوتيشن تبعه بهذا الشكل، يا اما بتكتب بهذه الطريقه او بتكتب بهذه الطريقه انه اثنين اتس اوكي، يعني انه انت تستخدم هذا الاطار، تمام؟ فبالتالي هنا تقدر انه انت تقول انه مقدار التغيير، انا عندي هنا هذه الرسمه لو احنا عملناها على شكل 2D لو اخذنا مقطع زي هيك، تمام؟ مقدار التغيير انا عندي في الدبليو هو عباره عن القيمه القديمه بدي اطرح منها مقدار ضئيل جدا، والمقدار هذا عباره عن ايش؟ الفا في دي دبليو، وحتلاقي في بعض النوتيشن الثانيه انه هذا التيرم هيمثله هنا دي دبليو، ممكن انه هو يمثله دلتا دبليو. يعني باختصار انه الويت الجديد ايش بيساوي؟ بيساوي الويت القديم ناقص الفا في دلتا دبليو، بدي اطرح منه مقدار ضئيل جدا. فالالفا بتحدد مقدار هذا المقدار اللي احنا بدنا نقفزه هنا، تمام؟ اذا كانت كبيره حتكون القفزه كبيره، واذا كانت قليله بدها تكون انه القفزه قليله. طبعا هذا الكلام لو انت كنت موجود هنا راح يكون انت عندك انه مقدار التغيير انت عندك راح تتحرك بهذا الاتجاه عشان تصل لاقل نقطه، ولو كنت موجود في هذه النقطه فانت راح تتحرك بهذا الاتجاه. هذه هي الميزه في الموضوع، انه انت لما تستخدم الديريفاتيف فانت بتحدد الاتجاه الصحيح وين تتناقص انت عندك الكوست فانكشن او الايرور بهذا الشكل، تمام؟ وهذا يعني عشان تفهم انه وين التفاضل انا عندي يعني بفيد في الموضوع هذا. خلينا نعمل ريفريش للتفاضل هنا بشكل سريع، يعني عشان برضو راح تلاقي انت عندك هنا في عندك من ضمن المراجع هذا المرجع ماث از فن، فهنا براجع لك كل الماث ومن ضمن الماث اللي انت ممكن تراجع هاي الجبرا وهي الكالكولس. تمام، في الكالكولس يعني introduction to limits الى اخره، تمام؟ وهي الديريفاتيف، فهنا في انت عندك introduction للديريفاتيف. طبعا الديريفاتيف انت عندك هنا السلوب هو عباره عن حساب للسلوب، تفاضل هو عباره عن حساب للميل انت عندك في المنحنى، تمام؟ فالميل انه سابقا انه احنا كنا نعمل نقدر نحسب الميل بين نقطتين، نقدر نحسب لو انت لو 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 عندي داله، تمام؟ يعني لو انت عندك خط مستقيم وعندك معلومه نقطتين بتقدر تحسب الميل، صح؟ فبالتالي انت عندك اكس 1 ناقص اكس 2 على واي 1 ناقص واي 2 اللي هو عباره عن تشينج ان واي وعلى التشينج لاكس، لكن لو ما كانش انت عندك لو كان عندك نقطه واحده فكيف ممكن انه انت تحسب الميل؟ فبدنا ايش نسوي؟ نفترض انه انا في عندي تغيير قليل سمول تشينج، انا عندي بدي افترض انه اكس تغيرت بمقدار ضئيل والواي تغيرت بمقدار ضئيل عشان انا اقدر احسب المنحنى، يعني بمعنى اخر انه الفكره تبعت التفاضل وكانه بفترض انه في عندي نقطه مجاوره قريبه جدا بدي استخدمها عشان اطبق فيها المعادله هذه. معادلة السلوب معروفة عشان اقدر احسب الميل، تمام؟ فبالتالي انه يعني هي
يعني هاي اكزامبل، انه هاي انه كيف انه هو استخدمها، اللي هاي الاكس زائد دلتا اكس زائد المقدار الضئيل هذا. فبالتالي انه هنا انه طبق في المعادله انه الاكس الجديده ايش صارت؟ صارت اكس زائد دلتا اكس، دخلها في التربيع بما دام انه في عندك اكس تربيع. طبعا التربيع القانون تبعه الاول تربيع زائد 2 في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع، تمام؟ معنى ذلك انه هي عندك النقطتين صارت جاهزات، هي النقطة الأولى اكس والنقطة الثانية انه هي القيمة تبعتها. فبالتالي لما يدخل هذا الكلام انت عندك هي النقطة الأولى وهي الدلتا تبعت الاكس، تمام؟ فبالتالي بالنهاية بطلع انت عندك التفاضل عبارة عن 2 اكس، اكس تربيع صار التفاضل تبعها 2 اكس. وهذا الكلام انت ممكن تطبقه على دوال ثانية مختلفة، تمام؟ يبقى الدي على دي اكس للاكس تربيع هي 2 اكس، هي المعنى تبعها، تمام؟ والاكس تكعيب برضه يعني نفس الفكره، انت بتنقص من الاس 1 3 اكس تربيع. فهذا كلام انه اثبته برضه رياضيا انه باستخدام هذا التغيير الضئيل انت عندك في قيمه الاكس، وعندك هنا مجموعه من الديريفاتيف رولز لدوال معروفه انه الكونستانت ايش التفاضل تبعه؟ صفر. اللاين الاكس التفاضل تبعها واحد، اي اكس اي اكس تربيع 2 اكس، وهكذا الكوساين تفاضلها ساين والساين تفاضلها وهكذا يعني. فبالتالي باستخدام هذا البروف انه، والفكره الاساسيه انه انت بدك تحدد اتجاه الميل، عشان انت بدي اقول انه والله انه في هذا الاتجاه في تناقص ولا في زياده باتجاه الميل. فهذا الكلام بدنا نرجع هنا، عشان انت لما تشوف هنا لما تقول انه والله انا عندي بدي افترض داله للتبسيط، انا عندي داله خطيه 3 a، الاف a بتساوي 3 a، بدي افترض انه ال a بتساوي 2، فبالتالي الاف a ايش بتساوي؟ 6، 2 في 3. طب بدي افترض تغيير بسيط في ال a اللي هو 2.001، طبعا في التفاضل راح تكون القيمه اصغر من هذه بكثير يعني بطبيعه الحال. فقديش حتكون انا عندي الـ FA لما نقاوض؟ حتكون 6.003. معنى ذلك انه انا ممكن احدد انه والله السلوب هو عبارة عن 003 على 001، فبالتالي انه السلوب عبارة عن 3، لما تكون الـ A بتساوي 2 بيكون 3. جرب عند قيمة مختلفة الـ A ب5، وهي مقدار ضئيل للـ A 5001، هاي مقدار الـ A 15 وهنا 15003، تمام؟ نفس الفكرة، حتلاقي انه السلوب دائما انت عندك 3، هذا في حال انه الدالة كانت لينير. فزي ما شفنا انه 2x ايش التفاضل تبعها؟ 2. 3a ايش التفاضل تبعها بالنسبة لـ A؟ 3. فبالتالي السلوب دائما 3، لكن لما تكون الدالة كوادراتيك بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي لا، ما بتكونش انه A تربيع، حتكون 2A. فنفس الفكرة هنا 2 وهنا 2001، هنا عوض في الدالة 4 وهنا 4004. لكن لما أخذت قيمة مختلفة 5 مثلا على سبيل المثال و5001، مقدار التغيير ضئيل جدا هنا، فأنت حتكون عندك قيمة الـ A الـ FA عفوا 25 وهنا 25 بوينت 10 بوينت 0.10. فبالتالي انت عندك السلوب او الديريفاتيف، قيمه الديريفاتيف 4 لما كانت الاي 2 و10 لما كانت الاي 5، تمام؟ معنى ذلك انه من خلال هذا الكلام لو انت شفت انه 2 اي ضربتها في هذا المقدار، بيطلع انت عندك يعني الديريفاتيف تبع 2 الاي تربيع بتساوي 2 اي، بتلاحظ انه هو فعلا ابليكابل هنا وابليكابل هنا لما كانت الاي 2 وكانت الاي 5. بتقدر انه انت تستخدم هذا القانون عندك على ال في انه انت تحدد قديش مقدار السلوب تبع الدالة. فبالتالي انه هذه دوال معروفة زي ما شفنا هنا، وهي القيمة تبعتها هنا، تمام؟ خلينا نتوقف هنا لانه احنا يعني بدنا نستخدم هذا الكلام، يعني بدنا نحكي في الاول على الكمبيوتيشن جراف، يعني انه
كيف ممكن نستخدمه في تبسيط الحسابات، تمام، كيف نحن نستخدمه في خوارزمية الجريدينت ديسنت، وندخل التفاضل معها لأنه it's too much يعني. أوكي.